عملي بالحرير بشكل شخصي. أنا هاي الدودي من أول ما تعرفت عليها بال 2014 كان إلى تأثير مثل السحر علي، فعشقتها فعلا. بلشت أشتغل ربي أشتغل بالتربية، تعرفت على المهندسة سوزان من خلالها كمان، وصلت على معلومات كتير، وبلشنا يعني اكتشافي لأهمية الموضوع. بلشت أبحث فيه تاريخيا، بلشت أبحث بمراجع بكتب، اكتشفت انه هي مشروع مذهل لمساعد للدخل. ما زال الحرير عنا يحتاج الى الكثير من البحث ومن التجارب لنرسي اسس متينه ما تتعرض لاي ضعف او اي خساره نتيجه الظروف اللي مرت فيها البلد. يعني فهلا نحن لازم ننتج بيوض، نحاول ننتج بيوض صحيحه وانتاجيه عاليه، بالاضافه لتصنيع لتامين ادوات او مكانات لتصنيع الخيط النظامي. متى ما قدرنا امننا هذون النقاط الاساسيه نحن بنفتقدها حاليا، فنحن ارسينا قواعد متينه للحرير في سوريا وبشكل مستمر. البلدي أحسن بكثير من المستورد. كتربية قمنا بالتربية طبعاً، حلينا وطلعنا الشرانق، هي خمس أطوار، بالعمر الخامس الطور الخامس ببلش يطلع الشرانق، وطلعنا كمية منيحة كبداية، ونتأمل إنه يكون لقدام السفي يعني وضع أحسن ونربي أكثر. والشيء اللي عم نعانيه هو ورق التوت، يعني قليل جداً، وعم نحاول نزرع غرس جديدة كلياتها مشان السنة الجاية تكون أفضل إن شاء الله، والتربية تكون أكثر، والبيوض عدد كبير. حاول نحن نشتغل عليه من خلال شغلي أنا بالوراثي أو بأنواع بأصناف الحرير اللي عم حاول أشتغل عليها، ومن خلال العمل أو التشجيع على تصنيع الخيط. هذا من حل الشرانق، آلية حل الشرانق، يعني سحب الخيط من الشرنق. هاي العملية تحتاج لمي سخنة ودولاب للحل فقط. حبيت الدودة وبلشت فيها بداية من عمر طول طالت كبداية، وحبيتها واعتنيت فيها، وأهم شي فيها النظافة ونعتني فيها مزبوط يعني.